المهم الدراري قبل ما طلع ضرب فاش تخرج ليا. المهم الدراري قبل ما نبداو هذا الفيديو، هذا الفيديو الدراري فيه ارشادات المنتدى اليوتيوب. ضربات لي الفيديو ممنوع تحط شي راس ديال شي حيوان ولا دير به شي فيديو واخا تبغي تاكلو. داكشي علاش هذا الفيديو ما غاديش يشوفوه الناس بزاف واليوتيوب غادي تبلوكيه. بمعنى هذا الفيديو هذا ما غاديش يطلع في المشاهدات وما فيش تحقيق الربح، شداتو بلوكاتو ليا الناس ديال اليوتيوب والناس اللي عندهم اليوتيوب القنوات هما اللي غادي يفهموا الامر كيفاش داير. يلا الدراري بعدا نبداو. هل يجوز اكل لحم الخيل؟ نعم يجوز، حديث اسماء صحيح مسلم اكلنا لحم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز اكل لحم الخيل. خالف فيه بعض اهل العلم لكن الصحيح انه لا باس به. قسم لكم الدراري سمحوا لي تعطلت عليكم 8 شهور هذه ما حطيت الفيديو لا والو. اولا بعد كل شيء رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. الدراري تقول بصراحه انا على النيه ديالي انني نشري راس عود، ولكن ملي جيت خممت في المنطقه قسما بالله وايه الرحمن الى راس، تخيل معايا هذا الراس هذا كامل، هذا باين حمار، هذا حمار باين في حمار. قبل ما نبداو الفيديو الدراري سمحوا لي ندوز واحد الاشاره ديال وان اكس بي تي، واحد الشركه جديده دخلت المغرب تقدر تشجعوا فيها الفريق اللي بغيتو. غتلقاو اللينك في اول كومنت وركعوا عليه واستعملوا كود برومو ديال بنسس باش تستافدوا 130 دولار حتى تساعدوا الجميع. ويلا نكملوا الفيديو. بينما السنان ديالو وتبارك الله ثقيل، ها شوف السنان ديالو كي دايرين، شم اش كبير ومقرقع، شو عينيك دايرين مقرقع بحال عينك اصاحبي. المهم الدراري هذا الراس وثلاثة القلوبة كبار فيهم جوج كيلو لواحد و والكبدة وربعة كيلو اللحم، قسما بالله وآية الرحمن وهضر معاه إلى 4000 ريال. حيت جيت للدار حتى شريتهم، حيت أنا ثقت فيه فهمتيني، حيت الحية ملتزم ما بانش ليا فيه الدغل فهمتيني، فهمتيني ثبتني قال الله قال الرسول وكذا وهادي لي زوج وكذا والمسائل. المهم الدري ما عليناش، أنا 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 الغرض ديالي أنه عود ولكن صدق حمار من العينين علاش يحيد لها دوره ما عرفتش علاش. وما الدراري اول حاجه غادي نغسلو مزيان باش نحيد منه البكتيريا. راه البارح باش تمت لي العمليه البارح مشيت عند العطار عرفتي ديك جبالي واحد العشوب ما عرفتش فين ديالها، كنقول لي عطيني هذه من هنا من 3 درهم من اي حاجه. والله حتى الاحمر بربي الاحمر قسما بالله الاحمر باين، الاحمر هو اللي كيكون عنده هنايا كحلين والفم ديالو كحل والراس ديالو الراس ديالو صغير، حيت انا ملي حل الاحمر ملي كيحل فمو كيبان بحال موك شتيها حمار حمار، هذا حمار هذا حمار باين حمار حمار. حيت بالمنطق ديالنا ان العود شحال كيدير 7 مليون 8 مليون، كيفاش غيبيع لي انا راس عود ب 40 درهم؟ ما يمكنش. جمع لي كلشي، الراس في ربعه القلوبه جوج كيلو لواحد، في الكبده فيها شي 4 كيلو شيه، واللحم اللحم هبره والله ما عطاني في هذا. وانا فهمتيني فرحش، جيت للدار بالليل ناس وكندور السيت كنقول ويلي عود 7 مليون ما عطاني، ما يمكنش وما كيعرفنيش كوا كان كيعرفني. ما عليناش ما بقاش نوي راسي اللي عطى الله عطاه. اول حاجه الدراري ندير بحال هكا اجي اخويا ناش بسم الله. اول من بعد كل شيء غنسلقو غنسلق شرا الدراري طق 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 باينه باينه حمار باينه حمار لا لا حمار هكا من حيد لي الهضورة ديالو باينة في الحمار، غادي نسلق شرو مزيان العام لي فات جمل دابا راه حمار. انا نيتي عود ولكن هو عطاني حمار نوبو عليه الله يجعل التقليد ديرو عليه، الا كان حمار انا والله ما نسالك الحمار صافي صافي. قنيطرة من قنيطرة خديتو من قنيطرة هذا واحد بزاف قنيطرة، داكشي مخبي خير الدراري فهمتوني، مكاينش داكشي زعما كيشوفو بنادم ولا
عندك تقول داخل داخل دخلني داخل ضغط والله حتى ضغط شحال ديال الريوصه هما الدراري غادي غادي نشعل العافيه غادي نقاد البلان ديالي حيت كيريح شويه هالبوطه هكذا غادي نقاد البلان ديالي عاد ندير فيديو جديد. ها هو الدراري اول حاجه غادي نطلقو غنطلق شرو هو الاول فهمتيني حيت الحمار ما كيطيبش دغيا غنطلق شرو مزيان باش يدخل مع القياد مزيان عاد غادي ندير العشوب العشوب الغريبه. اول حاجه الدراري غنشعل العافيه فين هي البريكه ديما كتوتر لي بريكه هبط الطلوق يا ربي السلامة يا ربي What the hell? What is this? Oh my shit! Yes! البرد ما يخلينيش الدراري باش نعرف ان البوطه دابا مشعوله باش كيف غندير لها صافي دابا شاعله الدراري اول حاجه نخوي لنا شويه مزيان مزيان تسلق ليا مع راسك مزيان طالع فيك البنة قبل ما تبان قبل ما قبل ما تطيب حمار 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 دري شوف حمار حمار والله الا حمار حمار باينة ولكن الله يجعل تقيدوا عليه حمار هذا حمار شوف شوف صحاب فيسبوك هذا راه حمار صحاب اليوتيوب راه هذا راه حمار باينة اول حاجة دراري غنجي غندير هذيك البلان نديرو هكا نقرب العافية حدا نقرب العافية حدا حدا الحيط باش معايا يسخن الحيط عليه ندير هكا باش نعرف دابا شاعل مفنش مبقاتش شاعل والله مبقاتش شاعل دابا شاعل شي خصني حدي معاه والله العظيم هادي هاد البوطه هادي غتقنبلني ما كتشعلش عطاني واحد السيد الله يعمرها دار فهمتيني فتاح مسكين الله يعمرها دار داكشي ديال القنايات وكدا جي الوالي ماشي كيعطيها صحاب القنايز كريم دير غادي نوريكم الراس فين وصل سلقته هو الاول جيني عاد ندير لي مقادير دابا غندير لي مقادير حيد الدخان هاو دابا غندير لي المقادير الدراري الحفش هادي هنا الدراري الراس طلق واحد الريحه مجهده ضرتني والله دوختني نشوف هاد الميكروفون واش خدام باش ما يبيضنيش جينا ندير المقادير دابا هنا دابا عندنا الدري السالمية هاهي وعندنا شغل القرقاع هاهو واش كيبان ليكم هذا الورد هذا شناهو كامو الصوفي الكمار هاهو الكمار شناهو هذا الريحان هذا هو الريحان هاهو شناهو هذا طرفس هاهو شوف الدري كيفاش داير هادشي هذا والله ما عرفتش شناهو تاهو والله ما عرفتو ها هو الراس كي ولا شتي اصلق شو عرفتي علاش باش ما يبيضقنيش نمشي غندير ليه العطريه وكل المسائل غير يبيضقني وغادي نجيو شوفونا الدراري عندي فام هكا غادي نخوي هذا هو الاول غادي نلوح هذه كامله صاينه بحال هكا نخشيها هنايا باش تعطي البنه هذا والله ما عرفت شنو هو قسما بالله ما عرفت شنو هو نديرو ليه هكا طرمس اللوح بحال ما كتشوف باقي نديرو المقادير باقي عندي البيض عندي البيض قصور القرقاع تا هو ها هو هنا نديرو هكا هذا شنو هو هذا الورد كيدار مع اتاي كامو الصوفي عندنا الكامو الصوفي شنو اخر هذا الكبار ها هو ما عرفتش كيفاش كيصلح والله ما عرفتش كيصلح
هذا طرمس. ها هو طرمس اش كيصلح والله ما عرفت قسما بالله ما عرفت. وهذا ما عرفتش شنو هو والله ما عرفت هو شنو هو اخو كامل. وي واو ما شاء الله عطى واحد الريحه في شكل والله حتى عطيت شي ريحه في شكل بالله. شوف شوف شي نجيب درك مخلط خلط 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 يا سلام يا سلام يا سلام الحمار يا سلام والله ما بغيت نشهيكم الدراري قسما بالله قسما بالله الدراري ما كنبغيش نشهيكم. علاش طلع واحد الريحه في شكل بحال ديال الغلاله بحال البلو ديال الغلاله قسما بالله العلي العظيم الا راه كندي معكم بالذنوب. علاش كنتشهى وما عنديش لكم الجهد جهدي جهد الله فهمتيني ما عندي ما ندير لكم. ولكن ان شاء الله غادي ندير لكم ما يبقاش فيكم حول الله حتى غادي نعرض عليكم ان شاء الله كاملين في البحر وغنديروا فطور ان شاء الله في البحر نجمعوا كاملين الدراري ديال الشماره كلشي والناس اللي بغات دي بلاصه مرحبا بها ونديروا شي 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 حاجه ما كايناش فهمتيني. نشري حمار كومبلي حمار كومبلي نخليه براسو بكلشي فهمتيني ونقصيو كاملين فهمتيني نعمرو ب نعمرو الفريس لا نعمرو بالمزاح مزاح يلا خرج شي ها عرفتي شنو خصني دابا الدراري ياك شو 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 الماء شو الماء غندوق الماء غندوق الماء ناري صايم وات ذا فاك والله ما فتح الباب ناري خصني نعاود النهار اقسم بالله العلي العظيم الدراري ماشي ما صرتش الحمد لله غير دقش ولكن غادي نعاود النهار. الدراري عندنا البيض هنا عندنا البيض عندي ماكلة المشاش باقا مسدودة هاهي مطرقة غنديرها تا هي هاهي والله إلا ماكلة المشاش بالله قال لك طعم أكل القطط بالبالغة لحم البقر تركيبة لحوم منتجات الحيوانية 4% لحم البقر حبوب منتجات ثانوية من أصل نباتي مواد خطيرة وهذا المايونيز هذا الخليوي والآخر غادي نديرو نديرو مع اللحم وناكل. هذا هو المايونيز ديال ديال المشاش وهذا فلان معروفة داني ايديال فلو اللي كبر مع المغاربة كاملين هو هذا باش كتصاوب الله عليك غبرة. وهذا شنو هو والله ما عرفتش هذه القرعة هذه القرعة وعندنا الاكاجو الدراري والزريعة والدرا حتى هي غادي نحطها. أول حاجة غادي نبدا بها هو تهرس البيض نجيو كون ديرو هكا شوف الدراري احنا العالم ديالنا راه ما كيخربقش ما كاينش حاجه اسمها التخربيق. نتوما كانكم انسان هادشي ما تقدروش عليه. احنا العالم ديالنا هذه هي الماكله ديالنا. ترجتكم من القمر انا راه كنت مغيب عليكم ديك 5 شهور هذه ما حطيت لا فيديو لا والو حيت كنت في القمر كان عندي واحد البلان في القمر حيدتو عليا فهمتيني وجيت حيت بحال واحد المشاريع تما الله يسهل الحمد لله سهل عليا الله راه غادي نفتح القهاوي تما ولكن ما غاديش يتقهوى الناس فهمتيني البشر ما غاديش يتقهوى تما صافي ما كتلمش ما كتلمش ها هي ويلي 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 الله يتنادي بالله كما كتصيم الله تناكلو هكا خصو يطرطق هكا بحال كنورة الزمر هذا طن طن والله الا غندير لكم هكا بالله ان شاء الله غادي نجمعكم كاملين الدراري غندير لكم هكا ان شاء الله في البحر بحر ديال كازينو معروف نازل شمال كنعرف بحر كازينو صافي نحركو العالم ديالنا نحركو الكو ييييس ايديا كنور
كيفاش كيتفتح هذا؟ كيبان لي نخليه هو الاخر. علاش يعطيني لون الشكلاط؟ شوفوني غير خسر لي المذاق هذا. واه كما كتصايم الله يتناكلو بالله. هذا كيبقى هو الاخر الدري واقيلا، ولا غادي نلوح هو الاول. صافي نديرو نطيبو نيشان. لا اسكت اسكت، وسخ لا وسخ لا نقع لي درك. ها هي ما كتمشاش. ها هي هربات. ها هي شها ما كتمشاش. نقلبو شرو البيض كلشي مشى. ناري ناري ناري. اه واش يا الله الا ناضي بالله. نضق مبقى لي والو يطيب، مبقى لي والو يطيب، مبقى لك والو يطيب. اوه صافي مزيان دروكا. نحاول نحطو هادشي هنا. كنجيو الدراري دابا، عندنا اخر حاجه اللوز والاكاجو. وشنو هذاك راه هو اللي لداخل؟ والله ما عرفتش مزيان، والله ما كنخرب قسما بالله. الا جيتي دقتي معايا ما يهزوكش، ما يلقاوكش. شوف شوف باش مكون الزبيب حتى الزبيبه. الناس ديال لاصال ويلي ويلي ويلي. صافي صدر فختي. الناس ديال لاصال صافي 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 صافي. تبارك الله، والله ما كنخربوا حنا بالله، حنا جنون والله ما كنخربوا. بربي الا كنعرفوا كنعرفوا شنو ناكلوا. ما تاكلوا طاكوس، داكشي التخربيق ديالكم. طاكوس بانيني ميكس تخربيق. كتاكلوا كتاكلوا التخربيق والله. كتبقاو فينا بعدا، كنطلع لكم من القمر كنشوفوكم في الدنيا كتاكلوا طاكوس. والله الا كتبقاو فينا قسما بالله. كاين شي وحدين كتشفوا عندنا فهمتيني، كنتشفوا فيكم الصراحه، ولكن راه كتبقاو فينا. فرطوا في الاكل الصحي ديالكم والله، داكشي ديال الشعير وكذا. ولك صافي اخر تخليط، وغادي نمشي فحالي حتى يد المغرب، وغادي تاكلوا معايا ماكله ماكله الجن. هادي ماكله الجن، هادي هي ماكلة الجنة. إلا كلا إلا كلا هادشي إنسان عادي، أش غادي نقولك؟ عندك واحد 7 شهور ديال العذاب، تعيش العذاب يا وليدي. التحليلات ديالك ما غاديش تخرج الله يسر. التحليلات ديالك ما غاديش تخرج الله يسر. مرضك ما غيعرفوش بعدا شنو هو الأطباء إلا كليتي معايا هادشي. ولكن أنا ما عندي عادي هادشي، لكن يبقى فيه الحال. هذا راس حمار، باينه راس حمار هذا. صافي انا قلت لي عاود، ولكن هو عطى لي حمار. اش غادي ندير؟ انا ما عنديش مشكل، ولكن ميغشنيش حشومه، تغشنيش اصاحبي. ولكن ما عرفتش باقي باش ما نديش الذنوب ديالو. ما عرفتش واش حمار ولا راس، ما عرفتش. ندير هكا ندير هكا باش نعطي الموتشي الصال مزيان هكا. صافي بوطاش على مزيان. يلا الدراري تنقطع هادشي ونعاود لكم فيديو. شوفوا الدراري تبارك الله. لا اله الا الله، الله واش يقول ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله طاب طاب طاب. ما بغيت نجيكم بالرب الدراري، والله ما بغيت نجيكم. نقلبو نشوف كيفاش طاب من الجهه الاخرى. شوف ضرب لي اللحم باش تعرف اللحم طاري ما شاء الله. شوف شوف والله ما المصنع مص الله ما ماضي. شوفوا شوفوا لحظه معي لحظه معي. شوف المص والله ما ماضي. شوف مص قديم باش تعرف طاب. شوف 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 لا 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 واو ما شاء الله. خلي خلي الدري يطيب. اسدي 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 سخونة.
ها هو الدراري أذن. شنو تقاشر؟ الزب تقاشر. إيوا الله لا ناري مين. صافي 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 ما غنديش نعبر بزاف حيت فيا الجوع. قهرني الجوع. كي عندي شي نزكا صاحبي كي عندي فين اللوز لاصق فيه اللوز. بسم الله اللوز لاصق فيه. واه مغرفة غاتهرس وهو بغي يتهج. والله تعبوه. واه 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 ويلي ويلي ويلي. ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طب صيف عمره 24 سنة وحق الله اقسم بالله انا حاجه غادي من الطبسيل فيه عمره 24 عام هاد الطبسيل هذا مسكين هو اللي باقا محتفظ به. ناخذ ديك العيبات ديال تقيوتات. خسرج مع الروز داي الحارة الحارة تنموت على الحارة. انا كنضحك من قلبي قسم بالله انا كنضحك من قلبي. واو واو ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم ان هذا منك واليك. شو 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 الحمص ها هو دابا كيتهز لي ندوزو الكركاع. طحت لي على البلان ديالو كاين هنا ولد الحرام مخبي هنا. شحال غنهز عاوتاني نشوف. طحت لي على التقبي ديالو. صبارك على التاني باش منكونش جيعان. خلي كاملة شي تبقى فيها تكون ماشي. نعم مزيان فين مزيان. تبارك الله ما شاء الله. ويلي 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. ويلي ويلي السماء. شوف 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 شوف. بسم الله والله ما والله والله ما غادي نهضر بالله والله حيت عرفتي علاش؟ حيت غادي نهينو الى هضرت غادي نهينو. حمار عود الله اعلم. انا النيه ديالي انه عود. الا كان حمار الله يخفي الحق. الا كان عود الله يرحم ليه الوالد. هنا كاين المخ. المخ تنسى اللي غنحيدو وغنديرو مع البيض. غنتسحر غنتسحر براس ديال غنتسحر بالمخ ديال الحمار. ويلي 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 ما شاء الله. ما شاء الله يسهل علي الله والله. غنفتح شي محل ديال اللحم ديال العاود والحمار ريوسه ديال الحمير ريوسه ديال العودانات. بسم الله ما بغيتش نشهيكم والله ما كنبغي نشهيكم قسما بالله وحق الله. انا كنبغي نبين لكم شنو كناكل وكذا وكاين شي حاجه اللي كناكلها ما كنبغيش نبين لكم الصراحه. شكون 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 والله العلي العظيم قسما بإلهي وإلهكم وإلهنا واحد الواحد القهار إلى أحسن لحم ذقته في حياتي وبدون افتخار وبدون طنز. والله ما كان طنز وراني كنهضر من قلبي الى الحمو ما شاء الله تبارك الله من ألد اللحوم ذقتهم في حياتي لحد الان. دابا في حياتي دابا في هذا النهار هذا اللي هو رمضان وكنحلف بالله العلي العظيم الى احسن لحم ذقته في حياتي هو هذا. أقول لكم الدراري نتوما راه ما عايشينش الحياة. خرجوا عيشوا خرجوا استافدوا
ما عرفتش كيفاش غادي نفسر لكم الحياه، ان الحياه انا ما كنشوفوش كما كتشوفوها نتوما، انا كنشوف بواحد واحد النظره اللي خفت نقول لكم في اليوتيوب وحيدوا لي القناه. هذا هو المشكل، ان النظريه ديالي على الحياه كما الناس القدماء قبل الفراعنه قبل كذا كانوا كيشوفوا هذه النظرات. انا ما كنتنش والله، ما كنتنش والله، الا النظره ديالي في الحياه هي ماشي النظره ديالكم والله. انتما كتشوفوها في شكل وانا كنشوفها في شكل. انا وقفت بحاجه وحده، ان المحا ما درتهاش انت مين فاي والله، الا مين فاي بالله فين تبقى بحال هذا الفطور هذا والله. واخا ما عرفت فين تمشي، حاجه وحده الا مشيتي للصين، الصين كاين موجود ولكن ما تلقاش المذاق ديال رمضان. كلشي فاطر، انك تعيش هاد الحداد وانت في المغرب ما صعيب. انا ما كناكلش وكنشهيكم، انا راه كناكل صحاب فيسبوك، انا راه كناكل كنضحك معاكم صحاب اليوتيوب، انا راه كناكل كنضحك معاكم، ماشي كناكل بنشهيكم ولا شي حاجه والله ما كنبغيشهيكم. تقريبا طيح الظلام، نكمل الطريف هادو غادي ندخل عليه كامل باش فيديو ما يطولش، باش تضرش على الله غندير لكم القلب مشوي باش قلب نسلقو بالدوليو. لا لا غنبدا غنتشمكر فهمتيني، غنطلع قلب باش باش بغيتو قلب، باش بغيتو نصاوب القلب قولي في الكومنتات باش نصاوب القلب. ماستر شيف والله الا ماستر شيف. نكمل هادشي وفي الجوع هي ما نوصف لكم لحمه كيف كيتحط في اللسان وكيدوز للدراس وكيشد دقيقه في الدراس باش المعده ما تعياش، وكيهبط للمعده والمعده كتدوي مع عقلي وكتقول لعقلي ما هذا يا هذا على قرة الاكبر، كتهضر مع عقلي وعقلي كيقول لي على قرة الاكبر صافي. باش نوض نتوضا والله نصلي والله الا غادي ندخل فيه بلا ما بغيتش نطول الفيديو الدراري، غادي ندخل فيه غدا ان شاء الله، غادي نعاود لكم شي فيديو جديد. رمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غادي نرجع لك.